مشاهدينا هنروح لتقرير من أسوان عن الندوة الختامية لشباب الأحزاب واللي اتعمل في ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان. آخر يوم للملتقى هناك أيضا فعاليات على هامش الملتقى أقامتها التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين مصر في القارة الإفريقية والعالم العربي. أهم التوصيات اللي هتتم مناقشتها أو تمت مناقشتها في الجلسات، خاصة أن أنتوا فاصلين الجلسات جلسة عن مصر في العرب في عيون العرب ومصر في إفريقيا. إحنا اتكلمنا عن موضوعات مختلفة، اتكلمنا عن الفكرة العامة هي التكامل المصري الإفريقي عن طريق الاقتصاد، عن طريق السياسة، عن طريق القوة الناعمة، عن طريق المشروعات زي اللي تقدم وبادر بها السيد الرئيس. وإحنا اخترنا كمان مشروع محدد هو التقزم، كان عندنا ورقة خاصة بيه. المحور اللي أنا اتكلمت فيه زي ما حضرتك شفتي هو محور القوة الناعمة، وكنا بنتكلم فيها عنها يعني لأن هي وسيلة غير تقليدية من وسائل تحقيق التكامل. دور الشباب في محاربة الإرهاب كأحد التوصيات اللي جت في كلمة السيد الرئيس. يعني بصي احنا خلينا نقول ان احنا الملتقى نفسه كان زي ما حضرتك قلتي من اهم توصياته ان تشكيل لجنة من الشباب المشارك العربي والافريقي معا لوضع تصورات لكيفية مواجهة العنف والإرهاب، لانه الحقيقة القارة الافريقية بتعاني من ذلك وكذلك الدول العربية. فصح جدا وهيكون اكثر فعالية ان انت تاخدي كل الشباب دي ويقعدوا مع بعض، يبداوا ان هم يعملوا عصف ذهني، يبتدوا ان هم يفكروا ويشوفوا ازاي نقدر نواجه ده. ومعانا معالي الوزيره مياده سوار الذهب، وزيره التنميه البشريه والعمل بالسودان، وايضا رئيس حزب الليبرالي الديمقراطي. في البدايه بنرحب بحضرتك. مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه للشعب المصري، تحيه للشعب السوداني من هنا من مصر. ملتقى الشباب العربي الافريقي ياتي في ظل تولي مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي، وهذا يدل على ان مصر قد توجهت الى افريقيا بشكل فعلي. هذه الخطوه خطوه عمليه وخطوه حقيقيه، وفتحت افاق كبيره جدا في شكل التكامل بين الدول العربيه والافريقيه. ملتقى الشباب العربي والافريقي ايضا فتح افاق لفتح باب حوار بين الشباب العربي والشباب الافريقي وتبادل الخبرات. كانت هنالك توصيات مهمة جدا في هذا الملتقى، ولكن أهم التوصيات وما تعنينا نحن كشعب مصري وكشعب سوداني أن تكون هنالك آلية تنسيقية لشكل التكامل بين دول وادي حوض النيل وتحديدا بين مصر والسودان، باعتبار أن مصر والسودان يشكلوا العمق الاستراتيجي لكلا الدولتين، وأيضا هذا التمازج وهذا يعني الارتباط الأزلي التاريخي وبحكم الجغرافيا أيضا لابد أن يكون هنالك نموذج لشكل هذا التحالف أو هذا التكامل حتى يكون هو البوابة إلى إفريقيا. ده ياخدنا لمشاركة حضرتك في الصالون الثقافي اللي أقامته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش فعاليات الملتقى. أبرز النقاشات اللي دارت ورأي حضرتك في، خاصة حضرتك كنت من الناس اللي على المنصة اللي بيتكلموا عن مصر وأفريقيا. تنسيقية شباب الأحزاب هي أيضا تجربة رائدة لأنها يعني وحدت الوجدان السياسي بين الشباب المصري. أيضا هذه التنسيقية تؤهل وتدرب كفاءات تؤطر ذلك يعني وترسخ لأن يكون هنالك مفهوم جديد في التعاطي مع العملية السياسية أساسه هو التنمية المستدامة. حضرتك اتكلمت في الجلسة الحوارية عن السوق العربي المشترك، وده كان من ضمن التوصيات اللي قال عليها سيادة الرئيس في الجلسة الختامية. اتكلمنا أكتر عن كيفية أو آلية تنفيذ هذا الحلم. طيب خليني اقول لحضرتك ان التوصيات اللي نتجت عن ملتقى الشباب العربي والافريقي، ويمكن السيد الرئيس يعني المح الى العديد والعديد من النقاط الهامه جدا اللي خرجت في التوصيات، من اهمها يعني انشاء السوق العربي المشترك. احنا استمعنا الى العديد والعديد من الملامح اللي بتقول ان هناك العديد والعديد من الثروات الطبيعيه والمقومات البيئيه والقوى البشريه الضخمه اللي تتمتع بها افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، وهي تقاضي مهدره
وغير مستغلة. عندما توجد الرؤية السياسية الحكيمة والمنضبطة تجاه هذه القضايا، أعتقد أنها يكون سهل جدا أن احنا نرى طفرة كبيرة جدا يعني تتبوأ ليها المنطقة العربية وتنالها طبعا القارة الأفريقية. ما هو دور الشباب وخاصة أن احنا في ملتقى شباب عربي أفريقي وأيضا شباب الأحزاب والسياسيين، فما هو دور الشباب للمضي قدما في تنفيذ مثل هذه التوصيات؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أن مبدأ الحوار ده مبدأ في منتهى الأهمية وله قيمة كبيرة توليها القيادة المصرية، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للملتقى أشار إلى ضرورة وجود يعني حالة حوارية متكررة ومستمرة ما بين الشباب وما بين القيادة السياسية. أيضا كان في نقاشات حول دور القوى الناعمة في مجابهة هذه المخاطر، من وجهة نظرك أيضا المؤتمر اللي احنا يعني على مدار اليومين اللي فاتوا ده يعتبر إحدى أدوات القوى الناعمة بجمع الشباب وتقارب الرؤى بينهم. طبعا ده أمر طبيعي. خلينا أقول لحضرتك أن الموقع الجغرافي وتعدد الثقافات اللي موجودة في مصر بتسمح لي مصر أن تستغل قواها الناعمة بشكل كبير، ويمكن مش بس دلوقتي، يمكن على مدى يعني عصور مصر استطاعت بشكل كبير أن تستغل وأن تستخدم قواها الناعمة سواء الثقافية أو يعني الاجتماعية في إحداث يعني طفرات في مراحل كثيرة جدا. يعني خلينا أقول لحضرتك برضو أن مجابهة الإرهاب والتطرف مش هيجي إلا بمجابهة الفكر، إلا بمجابهة الفكر المتطرف. حضرتك النهاردة كنت بتناقش في أحد الجلسات مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية والوطن العربي، ودي كانت من ضمن التوصيات مبارح. أعتقد أنه يمكن أهم متغير حاسم حصل خلال الفترة الماضية هو انتشار الإرهاب بشكل كبير، حجم ضخم جدا من انهيارات في مؤسسات الدول نتيجة الفوضى والإرهاب، وده كان بيحتم وجود استراتيجية عربية بشكل أكثر تحديدا اللي أنا بتكلم فيه سياسة مصر تجاه المنطقة العربية. أعتقد ده كان بيحتم في مرحلة معينة أن يكون في تكاتف وتضافر عربي من أجل مواجهة الإرهاب، محاولة إعادة بناء مؤسسات الدول التي انهارت، وأيضا وضع آليات حقيقية لإنهاء دور هذه الميليشيات الإرهابية سواء كانت بخلفيات ربما مذهبية وبعضها إيديولوجية. أبرز المفاهيم اللي حضرتك تحب توعي بيها الشباب العربي والإفريقي عشان يقدروا ينفذوا التوصيات اللي جت في المنتدى؟ يعني أولا بالتحديد محتاجين نعيد تاني صياغة بنيتنا إحنا وفكرتنا إحنا عن الوطن العربي، وإن إحنا ننبذ الخلافات التاريخية اللي ظهرت على هذا المصطلح واللي خلته جزء من أجزاء الصراع، وخلت قوى ربما قوى إقليمية وقوى خارجية تتداخل مع المنطقة تحديدا وتبدأ تلعب أدوار حفزت إلى حد كبير ظهور الفوضى والإرهاب بشكل عام. اتنين، محتاجين نعيد تاني السياق الاجتماعي العربي والتنوع العربي العرقي والإثني وكل الأقليات اللي موجودة في المنطقة ودمجها في النسيج العربي الاجتماعي. هوية الشعوب العربية وثقافتها والإفريقية أيضا ظهرت جلية في فعاليات هذا المنتدى.